مش هنلعب مهما كانت الخسائر، كرامة النادي أهم. ده كان تعليق صريح من متحدث نادي الزمالك عن رفض فريقه خوض مباراة القمة أمام الأهلي. بس تقريبا كده في رأي تاني للمستشار مرتضى منصور داخل بقوة علشان يحل الحكاية. إيه حكاية مباراة القمة بين الأهلي والزمالك؟ هل الزملكاوية مش هيلعبوا فعلا؟ طيب لو ما لعبوش هيتحرموا فعلا من اللعب الموسم الجاي؟ كل ده وأكتر هنعرفه مع بعض في الفيديو ده. الدنيا مقلوبة في الوسط الكروي في مصر، الجماهير الأهلاوية قبل الزملكاوية على آخرهم، الكل من مشجعين الفريقين عاوزين يعرفوا هل المباراة الجاية ليهم هتتلعب ولا لا. الجماهير في كل مكان نفسها تعرف إيه اللي هيحصل، هل فعلا لو ما تلعبتش الزمالك هيتعرض لخسائر؟ بالنسبة للمتحدث باسم نادي الزمالك أحمد سالم، فهو على كلامه حتى الآن مش هيلعبوا المباراة، رافض رفضا قاطعا خوض مباراة القمة أمام الأهلي، متمسك بلعب المباريات المؤجلة من الدور الأول لمسابقة الدوري المصري. متحدث الزمالك قال نص لن نخوض مباراة القمة مهما كانت الخسائر من أجل كرامة نادي الزمالك. يعني الموضوع داخل في كرامة النادي وحاجات زي كده. ده على كلامه برضو أحمد سالم زاد في رد وقال ما عندناش مشكلة في لعب المؤجلات كلها، ولكن بترتيبها الطبيعي نحتاج إلى تفسير لعدم ترتيب تلك المباريات، إيه يمنع أي فريق من مواجهة فريق آخر في الدور الأول والتاني حتى الآن؟ وطبعا كل اللي قاله أحمد سالم ده هو حر فيه ولي كل الحق إنه يقوله ويطالب باللي شايفه، بس من الوارد إن يبقى في كلام تاني ساعة الجاية. وفقا لموقع يلا كورة الإخباري، في عدد كبير من العقوبات هتقع على نادي الزمالك لو ما لعبوش المباراة دي، وكلها وفقا للائحة الأندية المحترفة وفقا للمادة 51. لو تم الانسحاب هيتم فرض غرامات مالية طبقا لفئات المسابقات اللي بيحددها مجلس إدارة رابطة الأندية قبل بداية كل موسم. كمان اعتبار نتيجة المباريات المنسحب فيها مهزوما 2-0 وخصم عدد 3 نقاط من رصيده بخلاف المباراة اللي يعتبر فيها مهزوم، ويعاد ترتيب الفريق ضمن جدول المسابقة. أما بقى لو الزملكاوية قرروا أنهم ما يكملوش في الدوري بقى بالكامل، فدي مشكلة أكبر وأهم وفقا لموقع يلا كورة. فالعقوبات المنتظرة تكون أكبر وبتصل إلى الحرمان من المشاركة لمدة موسم واحد قادم، وبدء المشاركة من الدرجة الأخيرة للمسابقات اللي بينظمها الاتحاد للفريق الأول، والأهم من كده النظر لجنة شؤون اللاعبين في قيد لاعب النادي المنسحب. كده لو تم انسحاب نادي الزمالك بالفعل من البطولة، فهيكون قدام النادي الأهلي فرص أكبر للفوز بيها. من المنتظر إنه يحاول النادي الأهلي خلال المباراة المقبلة انه يفوز بالمزيد من النقاط، ناويين يجيبوا بيراميدز وينافسوا على الصدارة. لو انسحب الزمالك بالفعل من اللقاء ده، كده هيضمنوا الاهلاوية الحصول على 3 نقاط بدون مجهود، وهيقربوا اكتر للي هم عاوزينه. الاهلي هيرتفع رصيده للنقطة 45 وهيتبقى ليهم 5 مباريات ب 15 نقطة، يمكن يتساوى في عدد المباريات مع بيراميدز المتصدر برصيد 59 نقطة. طيب هل اللي بيحصل ده هيعدي كده بالسهل؟ تقريبا المستشار مرتضى منصور ناوي يدخل على الخط. موقع مصر اليوم الاخباري لمح في خبر لي من شوية ان المستشار مرتضى منصور هيطلع يعلق على المباراة دي ويقول رأيه في انسحاب الزمالك. تتوقعوا هيقول ايه؟ شاركوني برأيكم في التعليقات.